ايضا خبره كبيره في حراسه مرمى الاهلي اليوم. الاهلي والمدرب السيد فلادان ميلوفيتش يستعين بعلم سليم. هنا كره عند رودريغيز يمر الان وخطيره فرصه اتحادي اول. شوف الخطير، شوف رودريغيز، شوف حط الكرة امام مين. تدخل المسالين لكن رومارينيو يسجل الهدف الاول. 1-0 في الديربي، 1-0 في الديربي. الاتحاد يبدأ قويا، الاتحاد يبدأ قويا ويسجل، وهدف جميل، اختراق الدفاعات الأهلاوية.